بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، وبعد. ولاليال وحن جعل أن ندين شيء ومكتبتنا دار كيسان مكتبة مكة المكرمة وجرجي وكل شيء النبي محمد صلى الله عليه وسلم صدر روايتها صحة إلى سعر رنيو ومكتبة هذا الباب هذا الله الله بي وحش قين مجران وزوار تحت ويليا بين أسباب الله حريم مكتبة جرجي أنا دار كيسان مكتبة مكة المكرمة والنبي محمد صلى الله عليه وسلم وهلك وكل شيء هو يدي سي محوها آمنة بنت وهب بنت عدنان أي كل شيء ويان حرمك وحوجرة وهذا الكيسان أنت ير كلي أي وجرة حرمك دربي أنا يا أود حياة دربي أنا يا أود حياة كلي وحرمك وكا هذا الكيسان كعبدي ساعدي دي مركا وحي سوجرة ودور تلابة سوجرة ولذلك مكتبة داني وحكو أدن الباب لو ما قعدري الباب هذا اللي جليه بين الصفا والمروة هي وحلوهم قعدر بوابة النبي صلى الله عليه وسلم الله قوم قعدري الباب هذا ولا بينهن وواحد جليه مجران وحنا تاجن قف كمذا رج واحد كله جاتنيا وضدك كعلنيا قرالة فربنا وحبله وصمي سيدك وقرتان لكن مكتبة دا إلى الآن كلا مفورين وأتذكر كيسان وحن شاء الله مركا هنا دوقتان قف كمركا وخبر إنه مكتبة دان وأرقام وفهمه وفاديه هل كأو النبي وكل شيء صلى الله عليه وسلم وحدو جاني سمركا تكسر بعض صفا أما صفاء جيس كاسة يوم مروى صفاء جيس كاسة يوم مروى جيس كان أو دا قضاء هاسي منارة دكو آدن مركا مركا مروى قف وكسر بحه وحويان وحاتوس وقصو آدن جورجيسي نبي محمد صلى الله عليه وسلم وكل شيء مركا سا لا صعدة وين حرنت هاي مريج هو اللي جري شري زوارته يجري شرين ولا قف هاي دستين شري لكن هذا رتان مايا لما فوريو كل ومحوها أوامر حق عن الدولة خصية يا لجو حري سانو مرينا يو وحق كلا ده ماش أنكو شرين أثارتي كلا تاريخي هذول كلا جو كلا أقوى سن شري كم شرتو أو ماله مركا المهم إله سبحانه وتعالى ذاتك الرعي صندي سنقدقه هو حوتك سكعب دون الله نقدقه بإذن الله الكريم جورجاس هم مكتبة داس هذا كيسان وجورجي وكل شيء طبعا دولك ودولكي وكل شيء نبي صلى الله عليه وسلم وحلو بدلي مكتبة يا لو بدلي وين حرنت هاي مانتي صادر كيسان وين حرنت هاي تاريخ ذقفك وحكة قانا أما دوني إن أجاده هل كان وحن اعتبارها كقاطه وكاساسه أجادان طريق وحكو أدن مال يرون نفق إلى هذان طريق المشاء نفق طريق المشاء يكو أدن وعلى كيسان كاس ضدكو يهور تاقيهين مكتبض أيهور تاقيهين وحكا المجران ساسويان مركب وادمها سنتين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.